هذا البرنامج برعاية شركة نقاء الفرات. مساكم الله بالخير، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج مشاهير بلاس، هذا الموسم لصناع المحتوى الحقيقيين جدا. اليوم ضيف من فترة طويلة مطالع في التلفزيون ولا مصرح، وعنده هواي أمور وهواي غموض. خلونا نعرفهن أكيد مع مشاهداتكم ودعمكم للبرنامج الجميل وصانع المحتوى الجيد جدا بمبش السيد. مساك الله بالخير. حبيبي الله بالخير والعافية. شلون الصحة؟ والله تحت رحمته. نورني ومشرف. الله يخليك ويحفظك. ليش قاطع هاي الفترة الطويلة مطالع ممصرح؟ كثرة اللقاءات مملة، كل ما تكون قليلة أحلى. تؤمن الاختفاء يصنع النجومية؟ لا، ما له علاقة. ناس تختفي الخفية خفية وبعد ما حد يشوفها. والله بس خير الأمور أوسطها. تمام. وأيام طلعت بالتلفزيون؟ ما طلعت، هي بقيت يمكن آخر مرة كنت طلعت وياك. وياي؟ اي آخر هي صار قبل سنة؟ اي وهسه طلعنا. تمام. شركة إنتاج وفلوس وما شاء الله. صيت الغني ولا صيت الفقر؟ سولف لي شوي على الشركة، شلون انطلقت، منو، شلون، وأنا طبعاً كلش اعتذرت، كنت مسافر. يا لا تذكر يمكن؟ لا أنت معذور. فد ولا عمر. والله شفت بآخر فترة طلعت ظاهرة المحتوى الهابط، فقررت قلت إنه أنا ليش يكون هذا المحتوى الهابط منتشر بالساحة؟ فسويت أكاديمية. هاي الأكاديمية تختص إنه الشخص اللي يجيني اللي يريد يصير صانع محتوى، بدل ما يسلك مسالك يقتدي بأشخاص غلط، يجي داخل هاي الأكاديمية أعطي محتوى خاص بي وأفكار خاصة بالمحتوى مالته، وأصور له ومنتج له وأنزل له فيديوهات جاهزة، بالإضافة إلى أنه أعلمه أساسيات المحتوى، شلون يكون صانع محتوى، شنو الأشياء اللي يقدمها، شنو الأشياء اللي يبتعد من يمها، شلون يكسب المشاهدات بالطريقة الصحيحة. وأكيد هذا الشيء يعني تحت إشراف البورد الأمريكي بمجال تأهيل صناع المحتوى. ما شاء الله. نعم. كل التوفيق يا رب والنجاحات إن شاء الله دائما ترافقك. بس دا أشوفك استنساخ بصناعة المحتوى الفترة الأخيرة، ما أحكي عنك، أحكي بصورة عامة. توافقني الرأي؟ صح. مو؟ صح. كلها توقف وكلها تحكي. بالأصل هم الناس قامت. وكلها تحكي سريع. يا العنصر السرعة ترى هذا مو شيء خطأ، هذا شيء صحيح. أوكي. الجذب المشاهدات لازم تحكي بالبداية تكون بحماس وقوة. فيديوهات 3 4 تصعد، انا اكون سريع وحركه ايدي فاجذب النظر. فهاي الطريقه حلوه. اما من ناحيه الاستنساخ، هذا سر المهنه، شلون تطيح فدوه. اما من ناحيه انه المحتويات صارت كوبي بيست، ليش؟ لان قام شي يشوف يريد يسوي، ما يقول انه انا بدي اسوي احسن من يمه. هسه فرضا انا عندي طلاب داخل الاكاديميه، كل طالب مخليه مختص بمحتوى فقط ما يعبر عليه. يعني مثلا الطالب اللي مختص بعالم المعلومات، هذا فقط معلومات، اللي خاص بعالم الاحجار هذا فقط احجار، تفسير الاحلام وغيرهم وغيرهم. حلو. يعني اكو وبالمقابل عنده تقريبا اكثر من 80 محتوى ما مطروقات للساحه. ما شاء الله. عد استعداد انطيهن، بس هي المشكله المنو تطيهن؟ لازم اشوف الشخص اللي يستحق انه هذا المحتوى يناسبه ويناسب ديزاينه وشخصيته فانطيه له. كاريزما مهمه؟ اكيد. تمام، ننتقل للفقره الاولى. يلا. فقره الصحه مخطر. هذا البرنامج برعاية شركة نقاء الفرات. السؤال الأول، الكثير يقول أن بمبش السيد أغلب معلوماته خاطئة، صح أم خطأ؟ المحتوى التعليمي بصورة عامة ماكو واحد يجي وينطي كل المعلومات صح. منو هم؟ مثلا علي بن أبي طالب، ما حد يقدر يجيب المعلومات بالمضبوط، بس أنه المعلومات اللي أحطها موثقة، وعلى أثر هذا الشيء أنا حاط لهم نقطة. أي شخص انزل معلومه، اني اذا نزلت معلومه اي شخص يجيب لي دليل على انه هاي المعلومه صار بها خطا ومن بعد المناقشه اشوف انه بها خطا تنحذف. ياما عند فيديوهات محذوفه، يعني تصير عندي اشكال بها، انه حتى مرات اذا صار مجرد شك احذفها. احذفها ما تهمني المشاهدات. من وين تجيب المعلومات؟ على شنو تستند؟ قلت لك من اكثر اكثر من اكثر من منطوق. ويكيبيديا؟ جوجل؟ هو ويكيبيديا شلون استند عليه وهو اغلب معلوماته مخاطئه؟ يعني حاط لك الشمر بن ذي الجوشن هو صديق الامام علي الروح بالروح، هاي منطقه ايش هذا؟ ويكيبيديا واحد يستند عليه بمعلومات مثلا مو سعاد غني صغيرها ما غيرها، بس اكو كتب واكو مصادر، عندنا معلومات اهل البيت عايفيننا علم منها 1000 سنه، انا اروح اعوف هاي الكتب واروح اتكل على فد نقطه. ثاني نقطه، ويكيبيديا هو موقع اي شخص يقدر يحط به معلومه وجواب. حلو، تصحيح. أصلاً عندي فقرة بالقناة مالت تصحيح معلومات الجوجل، موجودة بالقناة ولازلت تصحيح معلومات الجوجل. أوف والله معلومات هواي مخاطئة. يعني مو قلت لك هسه أنت تطب على ويكيبيديا غير معلومات اللي تعجبك. حلو. موقع قابل للتغيير، فشلون واحد يستند؟ أكو فريق إعداد؟ أكيد أكيد. المعلومة الرياضية أكو أصحاب خبرة بهذا المجال يزودون بها.
معلومة علمية دينية أي مشكان أتحاور بيها قبل لا أناقشها. سامي اللي يقول لك سامي جرب لا تسأل حكي. أكو أسئلة يسألوها بعض مقدمي البرامج يعني تحية للجميع تكون مستفزة نوعا ما، بس أنا من نشرت آسك قالوا لي بس سألها السؤال مهم، تسمع أغاني؟ أنا؟ إيه؟ كأغاني بالتليفون، أغاني بالتليفون ما عندي، ولكن مثلا مرات أشوف أغنية تعجبني بس ما أحملها، يعني باوحك عبارتها يعني أنه أسمع موسيقى أسمع، بس أنه تليفوني أغلبه قصايد أدعية يعني ما عندي شيء. بس أكو معلومة وصلتنا حتى عندك أصدقاء فنانين. بمن؟ مطربين يعني. هي عندي انا اليوم مثلا المطرب انا ما له علاقه بمحتوى ولا له علاقه بالشيء اسمه، مثلا هو زميلي علاقتي بيه طيبه عادي، فانه ما له علاقه هو شيء ينزل ما ينزل يعني ما مجبور انه اقول له يا بروح اترك مجالك يعني طيب. حتى اذا تنصح بس بما انه يعني انت صانع للمعلومات و احنا مو صناع لا لا مو صناع يعني صناع محتوى ناقلين للمعلومات. نعم. الغناء حرام لو حلال؟ لا منطق حرام كمنطق هذا حرام. بس لما اسالك سؤال تجاوبني عليه الصراحه؟ ايه تجاوبني بصراحه. ايه تخيل نتخيل هسه احنا روحتنا احنا ميتين. اوكي. وجابوا الناس اللي يسمعون غنى وناس اللي يسمعون اغاني. اوكي. هذا وهذا حطوهم. انا اليوم اسمع غنى او انت اليوم تسمع غنى، برايك ويا صفحه راح تروح اصحاب الجنه ولا اصحاب النار؟ كنفسك كضميرك من داخلك شو يقول لك؟ ما اعرف. لا انت تعرف بس ما جاوب. والله ما اعرف والله ما اعرف لان انا ما اعرف شنو العالم الاخر يعني. اوكي روايات توصل وكذا توصل تساؤلات كثيره فانهي هذا الصراع اللي بداخلي واسكت. هو احنا كل احنا نعرف الغنى هو باع راح اعطيك منطوق هو بعيد عن الدين وبعيد عن كل شيء. اي واحد يسمع اغاني شوفه يسمع اغاني بكثره دائما اشوفه كئيب. الاغنيه تحسسك بالكآبه يعني هسه انا اليوم اسمع اغنيه حزينه انا ما عندي حبيب عايفني ولا عندي بنيه تركتني اكتئب وياها فهذا السبب تكون خذ غادر هذا الموضوع رد احرجك الموضوع ما صار ما سبب الخلاف وعدم التصوير مع مصطفى البصراوي وابو تراب ومجموعه كثيره لا بالعكس اصدقائي واحبهم كلهم كل المشاهير احبهم ليش؟ احبهم لان لا ليش اختفيت؟ انا اختفيت مو كنت اصور قبل ما كان عندي شيء يعني متفرغ اصور اي واحد يجي وياي اصور وياه ويصور وياي بس حاليا يعني الموضوع تطور حاليا انا مدرس وادرس طلاب ادرس طلاب بمجال تاهيل صناع المحتوى زين هذا كل طالب تقعد تختار له محتوى وتعلمه وتجيب له وتصور له وتمنتج له وتعدل على كاريزما مالته وتشوف الطريقه الالقاء مالته وتعيد وتصور زين هذا الطالب الواحد بينما انت بالشهر كم طالب عندك وانت تخيل فانه اضطريت انه انعزل عن هذا الطريق بسبب ايه ليش كان حسيت اكو حركه خلاص صارت بحلي وانت متعلم تجي سريع اي بسبب الاكاديميه اللي عندي اها والله فقط مو تعالي اي فقط لا ولا ابدا يعني مو تعالي عن الاخر على شنو تعالي مسلم ما هو الانسان على شنو يتعالي العالي بس الله انا على شنو تعالي عنده ارقام عنده مشاهدات عنده متابعين على شنو تعالي اها والله انا استغرب مرات شخص يجيني يقول لي والله بمبش انا حبيتك لان شفتك متواضع بالحقيقه وشفت ناس مو متواضع او انت اصلا ليش توجه لي هذا السؤال انا غصبا ما علي اصلا متواضع وياك انت اللي سويتني شنو على شنو اتكبر عليك تمام قبل فتره سويت حمله تسقيط على احد التطبيقات السوشيال ميديا لسبب عدم اعطائك وكاله لديهم ما اريد نذكر اسم التطبيق نعم بس ليش من ما اعطوك وكاله سقطت البرنامج اول نقطه ما لا عندي وكاله بالتطبيق ولا طالب وكاله اي لا هو انا اصلا ما طالب وكاله على شنو اطلب وكاله ما طالب وكاله ولا رايد وكاله ولا كان على وكاله ماكو ما انا عندي شغله اخرى غيرها انا شلون التزم بهاي شغله والتزم بهاي شغله ابد ما جاي الموضوع التطبيق سويت حمله مخيفه على فكره يعني انت قطعت رزق هواي ناس شوف بقى حتى اكون صادق اذا تصير عركه بزحل انت سببها شوف انا والله ما احب احكي بهالمواضيع شوف كل اصدقاء المشاهير بغض النظر عن محتواهم وبغض النظر عن كل شيء اشهد ما بذات الله احبهم وما اتمنى اقطع برزقهم واغلبهم انا اجيب لهم اعلانات اقول لهم تعال هاك هذا اعلان تعال اشتغل عليه هاك هذا اعلان بس هي مساله منطق هو له وجهه نظر وانا له وجهه نظر مثل ما انا هسه قلت لك الغنى حرام وانت قلت ما ادري انا له وجهه نظر أوكي. هم صارت وجهه نظرهم انه التطبيق ما بي شيء انا وجهه نظري صارت انه التطبيق بي اشكال شنو الاشكال اما حسيته غير ملائم شنو اللي ببطنه امور رباحيه المتابعين هم اللي شافوه هم يعني هم شافوا شنو الاشياء اللي موجوده بي يعني انا مو مشكله وبالتالي كل التطبيقات بيها الفرق شنو هو الفرق انه اكو تطبيقات مثلا هسه انا تيك توك
جاي باوع على تيك توك. خوارزمية التطبيق يعرض لك الأشياء مثل ما أنت تريد. أنا باوع طوبة يعرض لطوبة بكثرة، أباوع شعر يعرض لشعر بكثرة، أباوع غير أشياء ألقاها بكثرة. فالمشكلة بهذا التطبيق أنه العالم أول ما تنزله تصير بوجههم، تصير بوجههم. أنا ما أقول لك أنه التطبيقات البقية مزيانات، لا، كل التطبيقات فيهن مشكلة، بس على طريقة البحث. قدم لك عرض منهم أمانة؟ أي عقد من دفترين إلى 50 دفتر من الأخير ورفضت. أشهد ما بذات الله ورفضت. رفضت، قلت لك يعني أصدقاء اللي وياي يعني هم مع جل احترامه لهم كلش دولار. إيه بالله مبالغ ضخمة يعني تنعرض، مو بس على يعني مثلا هذا التطبيق، هاي مواضيع تنعرض علينا بها مبالغ ضخمة، بس بعد تبقى أنت تشتغلها أو لا. بالمناسبة قلت لك أنا حتى ورا ما مشاهيرنا يعني بتعرفوا بني آدم خطاء نزل اعتذار وقالوا إنه مشكلة، أنا نزلت فيديو قلت لهم اللي بعد يحكي عليهم ويفتح الموضوع أنا راح أنزل عليه، هاي كافي الموضوع انسد وراح وانتهت الوضعية. قطعت رزقه هواي ناس حقيقة. مسلم هو اليوم أجوا هم نزلوا عجبهم يحكون عن هذا الموضوع، أنا حسيته خطأ. هسه أنا راح أترك الرأي للجمهور اللي نزلوه هم يشوفون، وهذا المقطع راح ينقص وراح يشوف راح يشوفونه هم. خلي يشوفون هم بوقت التطبيق، اذا شافوا انه لا باس بيه خلي يحكون علي، واذا شافوا انه بي مشكله بعدهم وين. بس مبلغ هيك عالي غير حياتك. والله خلي ربع دينار بالحلال ولا مليون ولا مليار بالحرام. شنو الحرام بالموضوع؟ انت شو داخل هو باوح هو كمبدئيا العالم اغلبها تحسه ما بي شيء، بس انا احس بيه مشكله. هسه هو مو غير كل بشر وجهه نظره، انا احس بيه مشكله، احس انه انا خطا. هسه لربما انا جزء محتواي اللي خلاني انه انا ما استقبل هيك فكره، فحكيت عن وجهه نظري. تمام، نغادر الموضوع، مو مشكله. معظم الهدايا اللي تصير بالمسابقات عند بمبوش الباكجات تكون فارغه، صح هالموضوع؟ انا اصلا ما مسوي مسابقات، سويت مسابقات مرتين بحياتي. اوكي. مرتين سويت وسلمت بيدي، يعني انا سلمت الجوائز بيدي، ومن بعدها تركت حتى المسابقات. تركتها يعني قلت ما اشتغل على المسابقات. طيب اكو مشاهير يخلون فارغات؟ والله واصلك هيك موضوع؟ اي واصلنا انا هيك موضوع، بس انه انا قلت لك انا كاختلاط بيهم اختلاط قوي فما اختلط. انا قلت لك مره سويت مسابقه حسيت روح انه دخلت بحراجات ويا المتابعين، يعني المتابعين هواي والمسابقات اللي عند الجوائز اللي عند محدوده، فشلون راح اقدر ارضي الكل؟ فاضطريت انه اوقفه وتوقفت انا يعني. طيب الحملات اللي تصير بالانستغرام فلان مشهور يجمع تبرعات لعائله معينه او اكو بيها مصداقيه ايش قد بالميه؟ انت من الوسط وتعرف هذا الشيء. راح اقول لك بعيد عن بصوره عامه. اي لا بعيد عن التبرعات وهاي. احنا ما مخولين انه نسوي تبرعات، من نكن احنا ونلم تبرعات وفلوس العالم، ليش؟ لان احنا لا مؤسسه ولا شركه، احنا مجرد ناس. هسه انت ايش مدري مسلم اجى تبرع لطالب بفلوس، انت ايش مدري كان راح اطل العالم. هسه منطق انت ايش مدري كان راح اطل العالم. صح. انت تريد تساعد، تريد تساعد وتريد تتبرع. ساعد بيدك. اكو عوائل روح طب هاي المناطق القطيه حال الضيم حالهم، روح طب لهم انت ووزع لهم، وازيدك من الشعر بيت. حتى اذا تريد توزع وتقول ها والله انا اذا صورت يحكون علي، اذا ما صورت ما يحكون. عم طب وصور ما يخالف، خلي غيرك يشوف ويجي همين ينطي. الله يدري بالنيه، الله يعرف انه انت نيتك شهره او نيتك الساعد. اها مقتنع بالحملات؟ لا. تمام. الناس تقول المنافس الوحيد لبمبوش السيد علي شاكر، شنو الموضوع ليش؟ اول نقطه يعني شرف، شرف لي انه اذا كان وياي هيك انسان، يعني مقارنه الحمد لله نقارنونه وياي هيك انسان، ما يقارنونه وغيره، انسان مبدع و سامع انت ايش امور وين ناس تشي. والله هو يعني يشوفون يعني دائما يكتبوا لي، يكتبوا له هو للولد. قلت لك فانه شرف بي، مع ذلك انه شيء حلو. ليش؟ لان يعني شافونا انا وياه تقريبا نفس الخط ونفس النهج اللي ماشيين عليه، فبالعكس شيء حلو، هذا يفرح ما يزعل. اكو تاتش بينكم شيء لو ماكو شيء؟ لا بالعكس. طيب علاقتكم طيبه؟ تتواصلون هاي؟ والله انا الولد يعني ما عندي تواصل وياه، بس انه كمان يعني كمحتوى كيف الشيء، انا بالعكس احب الشيء اللي قدمه. تمام. لربما انه هم كذبوا علينا مره سالفه ها بمبوش يقول خليه يبتعد من الدين، هم افتهموها غلط فصوروا انه اكو مشكله بينه وبين الولد. بالعكس ما بينه وبين اي مشكله ابدا. ابدا ما عنده اي شيء ويا الولد. تمام. المعلومات الدينيه تجلب المشاهدات والمال، صح ام خطا؟ انت شفت لك واحد يتقدم معلومات دينيه صح عنده سياره؟ هاي شغله والله ما لها شغله. مسلم خذها قاعده،
اي محتوى هادف ما بفلوس. شو ما بي بمبش غير جاي تجيك اعلانات وكذا. انت باو انت لا تقارن بمبش تقارنه بغيره هسه كبمبش. انت احكي عنك. باو احكي عني انا كشخصا. انا يعني عانيت ما عانيت بهذا المجال اللي انا بيه، ووصلت الرقم صارت عندي بيه قاعده جماهيريه، ناس تحبني وناس تثق بي. بس انت سولف لي باهل المحتويات هذول الهادفه والعالم ما تستقبلهم يعني يبا، فهذا ما يحصل اي شيء. بمبش هواي 10,000 دولار. على شنو؟ الاعلان مالتك. لا بالله لا بالله تواجه قالوا جاني ما يعرفون انت هذا شخص يعني شوف لا انا جايب لك اعلان واعرف ترى هذا شو شو يلا قول لا لا قول قول لا لا قول سعر الاعلان لا لا قلت الولد من قلت الولد انه الولد مفتح مشروع جديد لا 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 اقول لا اقول بالله اغلب 2000 دولار قول بالله لا لا بالله لا هذا رزقك لا بالعكس انا اغلب الاعلانات تدرون جماعتنا اغلب الاعلانات اللي اشتغلها المشاريع المشاريع البسيطه اساعدهم بس انت يعني ما تجيني تقول لي مثلا هذا ابو شركه هذا ابو وكاله هذا تريدنا نسهل ما ترى يعني انا سهل ويا بس هو يعني راح اشتغل لك شغل قوي قدر والله انا ما اسولف بالفلوس والامور الخاصه وكذا ايه؟ بس انت فتحت الموضوع ايه؟ اغلى على هذا اخذته بجد امانه الله لا والله مسلم هي شنو الفائده اذا هن مثل فلوس العسكري عيون الوادم وراها تكظن منها يطيرن منها بس والله العظيم ما يريد يجي بالله الكريم باو بالله الكريم ايش قد ما تاخذ ايش قد ما تاخذ يا اخويا ما ادري انا مرات عسكري روحه طالع عسكري شايفه خطيه يقاضيها على جبهه قاتل انا قاضيها انزلاق صار بظهري صار عندي مشكله بكهربائيات القلب دمرتهم كلهن وينهن بعدنا قاعدين بالايجار يا بس سياره بدي اجيب للاصدقاء كل عنده سيارات ماكو سياره حتى ما اعرف اسوق والله ما يلمه طبعا شباب ورا الحلقه اكيد راح تجي هديه سياره لا 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 ابد ابد بالمناسبه اي هديه ما اتقبلها يعني اي نوع من الهدايا اللي تجيني انا اتقبل هديه تجيني هديه بسيطه بقى تريد يهدي الهديه قعدني هيك بمكان ويجيب لي شو اسمها هاي يسمونها هاي ريزو لا هاي دورما دورما اتقبلها بس اي هدايا وانا حتى مرات استغرب هاي المشاهير شلون انه لا تقول ما تقبل هدايا لا ابد ما اتقبل ليش ما اتقبل ياخذني بقبل الهديه ما احب يعني المواضيع الهدايا ولا انا عيد ميلاد افتتاح مال الاكاديميه العالم تجي تطي ابد ما احب اخذ يعني الهديه البسيطه بقى شوف الهديه البسيطه من تجي من انسان انا هسه اليوم جيت هديت المسلم ورده اوكي يعني شوف مسلم قبل الفرح ورده هي بس أوكي. ورده هاي المعنويات أوكي. احلى الكادر الكادر ايش رولي انا ورا الحلقه جايب لك هديه ما تاخذها غير نعرفه شنو هديه ثمينه شنو هديه ثمينه اي لا ما اخذ هسه جايب لك ساعه مثلا ب 2000 دولار لا ما اخذ ما ما تاخذها قدامكم ما اخذها والله هاك شوفوا هاي الساعه والله سعرها يمكن 7000 دينار وقالت جايبت لي اياها خلي لابسها بيدي ليش تمثل هذا الدور مال الفقير التصنع حلو لا لا اتفق التصنع حلو الطبيعه تكون احلى يعني انا اليوم ليش اطلع وصيحان لابس هذا اللبس مالتي بكذا دولار انا والله كذب لا كذا دولار ولا هاي منه يعني يجيب له ساعة ب 5000 دولار وهو إعلانه ب 200 دولار 200 دولار هو إعلانه وساعة ب 5000 تمام تمام خلي ننتقل للأسئلة السريعة يعني استعد يا رب باك خير أوكي شو وقت تكون مفيد للناس وجهة نظري من أنقل علم محمد وآل محمد طريقة صحيحة اللهم صل على محمد وآل محمد أحسن أفضل مكان لك يعني مكان ارتاح به كربلاء اكبر خساره للانسان صحته اكبر هزيمه بالحياه اللي يترك ربه افضل صانع محتوى عراقي لا تسولف لغير العراقي لان انا افضل صانع محتوى عراقي والله ما المشكله انا متابع ناس العراقيين باو اتابع لا تقول لي لازم اعطيك اذا اريد اعطيك اعطيك واحد من الاشخاص الطلاب اللي عندي فانه هو ما معروف ما لا 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 افضل صانع محتوى لأن عراقي انا اشوفه صانع محتوى ما عبر السؤال والله افضل صانع محتوى عراقي لا اوصف لك شوف واحد بالعراق صار عندنا صعب شوي انه تلقى واحد انا مالي شغل انا اليوم الاول منه افضل صانع محتوى عراقي مو الاول يعني اكو اول لا باو بعيد عن الاول انا راح اعطي كوجهه نظري مثلا يعني كصانع محتوى هذا احبه اني واحد حسب وجهه نظري شو انت تحبه وتفكر شنو شو تحب انت تحبه تقول احبه وفكرت ما قلت اسمه قل لي اسمه لا راح اقول لك راح اشوف لك واحد انه انا احبه ده يكذب لان رولكس الساعه مالته انا شفته اي كمل انا البس رولكس عرب افضل صانع محتوى عراقي بس ليش حصلت بخانه العراقيين والله صعب والله كلش صعب تلقى يعني بالمجال اللي بيعنا ليش ما تقول اني لا والله ما عاد يقيم روحه ما ترى
هواي قاعدوا على الكرسي وقالوا انا مبالغه ما واحد ما يقيم روحه. اوكي راح تجاوبنا افضل صانع محتوى عراقي. اعطيني من غير اي مقسمت انا ما اعبر السؤال. قلت لي واحد اي قسمت. يا الله اعطينا واحد. اكو ولد هو المشكله اسمه تيهته. قل لي منو؟ اسمه تيهته بس خلي اتذكر. شلون افضل صانع محتوى عراقي اسمه تيهته؟ والله اسمه تيهته. شوف بقى هسه مرات يقولوا لي ناس انت ليش تختار اسم ليش اسم بمبش؟ اقول لهم ايش قد ما مضايقنا بس حلو منقول بمبش هاي عرفت العالم تعرف انه بمبش. المشكله انه هم اسمائهم تتشابه اغلبهم اسمائهم تتشابه. منو؟ شو يقدم محتوى؟ اخطينا اشاره من ورا الكاميرا. الله يا حب الله. ها هذا الامير. امير الولد لقيته صح على ليش تيهته؟ امير. امير شنو؟ امير غفوري. افضل صانع محتوى عراقي امير غفوري. قلت له ويطلبني شغله انه قدم هذا الولد عجبني لان خلى نطاقه اوسع وسع النطاق مالته خلاه ابعد والله يعني المسلسل اللي مسويه رهيب. مو مسلسل فيلم. الفيلم عفوا. تمام وراح اوقعك بهواي اخطاء. سر نجاح اي علاقه بين الاثنين. نجاح؟ اي سر نجاح اي علاقه بين الاثنين. الصدق كون صادق. اوصف للعائله بكلمه واحده. وطن. شي تسوي لديليت من الوجود. كذب. كذب. يا ابويا يا كذب. يعني ما كذبت بالحلقة؟ لا. بالفقرات؟ والله احاول دائما اكون باوع الا اذا خانتني خان لساني، احاول دائما اكون صادق. تمام. خلينا ناخذ فاصل ننتقل لباقي الفقرات. فاصل قصير وراجع لكم. هذا البرنامج برعاية شركة نقي الفرات. أحبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقرة صناديق التطبيقات مع المشاكس أبوي السيد. تعبك مثل ما تعبك. سولفنا بالفاصل ما خلى واحد ما حكى عليه. مشكلة والله بزحل تصير مشكلة بعطاري بالمجرات اللي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية تصير مشكلة مسلم. تمام شايف هاي البقرة؟ عندي مجموعة صناديق تطبيقات كل صندوق بيه فد شيء إلك مخلينه. شوف لازم بيه بلوى الصندوق لازم. فريق الاعداد طلعوا لنا صناديق. يا رب دائما تكون ضحكه خير. الله يخليك. احنا شو هم حتى من نضحك نقول يا رب ضحكه خير. العراق خطيه يعني من يضحك تجي بلوى وراها يبيع الاول والثاني. بلوى بلوى بلوى. سناب شات وانستغرام وتيك توك. هذا مو صديقي. اي هذا يسمونه الغرفه المظلمه. ضحك. لا ما ضحك. هذا مو صديقي. اوكي هذا هم مو صديقي. ذاك صاحبنا. ها تيك توك. تيك توك شباب فتح التيك توك قول مصايب. انا اخلي مصايب هسه. الله اللي يستر ايش عطنا. يلا شباب فتحوا التيك توك. ابو خضيره عباس. عباس ماجد تحيه اكيد لعباس. اكيد. وين عباس؟ والله عباس صار عنده شغل يعني شكر لله والحمد لله انه الله وفقه صار عنده شغل اخر غير السوشيال ميديا فجاي يشتغل عليه. ليش حاربته؟ لا شلون احاربه؟ هل شلون حاربته؟ بايام التطبيق. لا بالعكس شوف بالتطبيق من وقت ما صارت المشكله على التطبيق انا حكيت بصوره عامه عن وجهه نظري بس انه هسه انا كزميلي عندي مثلا خلاف وياه بالعمل اي بس كعلاقه كصداقه لا بيس صاحبي يبقى اول ما جاي صور وياه ماكو صورة مو هو باوع عباس التهى بشغل باوع حتى اكون صادق هواي ناس قالوا بالبداية ساعد بمبش. منو ساعدني؟ عباس. لا ماكو واحد ساعدني. محمد مو الناس قالت هاي انت قلتها. ما قايل. لا هاي انت قلتها. انا شي علي؟ والله انت قلتها. لا بالعكس انا كلها تعرفني بلشت بقناتي اصلا انا بالمجال مال الميديا كنت يعني اقدم من عباس بالمجال مال تيك توك بالانستغرام هو كان معروف انا بالتيك توك مبلش قبل عباس وهو بالانستغرام مبلش قبلي. يعني ما ساعدك؟ شنو يساعدني؟ انا محتوى تعليمي بشنو يساعدني؟ يعني انا محتوى تعليمي يعني مثلا مثلا وقف وياك في فيديو صورك مثلا مرة انا بالعكس اصلا انا مصور بقناة عباس اكثر من عباس مصور بقناتي. ها يعني انت مساعده؟ لا لا ما ساعده ما تعتبر مساعده هاي اخوه. اتمنى ما اكون مستفز وياك بالحق. والله لا بالعكس باوع قلت لك احنا يجوز انا تصير مشاكل بيني وبين اصدقائي بالعمل اي بس انه انا يعني اصير مثلا مشكلة تؤدي إلى مشكلة زعل بينه وبينه كشخصي لا ما خليها توصل بالعكس أنا أنت ما شايف والدته والده يعني أحبهم كلش أخوته كلش يعني علاقتنا وياهم عالية بس أنت هواي من أصدقائك عفتهم
مو عفتهم هسه مثلا عباس، عباس عنده شغل الله وفقه صار عنده شغل خارج شو اسمه المنصات مال السوشيال ميديا. انا ايضا صار عندي شغل مال اكاديميه، فانه هو كل واحد التهب شغله. العالم شو تريد؟ تريدنا دائما سوا، مو احنا كل واحد شغله البعيد يختلف. يعني مو كنا على السوشيال ميديا. تمام، شنو تقول لعباس؟ ذهب ذهب صافي، الى وقفات وياي حلوه ومواقفنا حلوه واشياءنا حلوه، فمستحيل انه نتخارب على موضوع تطبيق. التطبيق يروح والحسابات تروح وكل هاي الامور تروح، بس الخوه ما تروح. ومو بس عباس، الكل اصدقائي لربما يشوفون انه انا وقتها من صار سالفه التطبيق عبالهم انه انا مثلا حاقد عليهم او زعلان من يمهم. بالعكس انا حتى ما نزلت هو الفيديو بعد ما رديت لان انا ما اريد اسوي دراما، ما اريد ازرع مشكله بقلبه. هو وجهه نظره، انا حكيت على التطبيق، ها هي خلاص. يعني فمو مشكله انه مشاكل شخصيه. تمام، بما انه فتحنا التيك توك، انت ما تريد تفتح ذا غير بس التيك توك؟ خلي بس تيك توك. اوكي، من الاول اليوم بالتيك توك كصانع محتوى الاول كمشاهده بالمشاهدات؟ ايه وين ما احب اقول انا والله. لا طبيعي، شوف مع العلم هي كلمه انا ما بيها شيء، ما بيها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، واما بنعمه ربك فحدث. بس انه الفضل لله والشكر لله، عندي مشاهدات حلوه وعندي ارقام حلوه وعندي قاعده جماهيريه حلوه. الله يوفقك يا رب. الله يخليك. خلينا ناخذ فاصل ننتقل للفقره اللي وراها شوي، راح اونسك بالفقره اللي وراها. يلا الك فاصل قصير وراجعين لكم. هذا البرنامج برعايه شركه نقي الفرات. احبتي المشاهدين، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقره لعبه الذكاء مع الذكي بومبش السيد. الله يخليك. نشوفك تعرفهم لو لا. هاي انت شايف، هاي انت عندك هاي خوب، هذا اهون شيء عندك، يعني اهون فقره عندك بالحياه. صور مغوشه، يلا لك حق تسالنا اربع اسئله ونشوف ذكائك. يلا اوكي، فريق الاعداد طلعوا لنا الصوره الاولى. سألني. هذا عباس. يا عباس. عباس؟ لا لا لا. عباس. سألني. لا مو عباس. سألني. قل لي شنو اختصاصه مثلا؟ شنو اختصاصه؟ مطرب. مطرب؟ ايه. اهلا. عراقي. شاب. ها. يا هو. يغني اغاني حلوة ايش لطيفة. اول يعني طنفت على الاقل ليش ترند في الشيء. اسمه ياسر وابو ما اقول لك فيه. هو بس ياسر عبد الوهاب. بس ما اسمع غالي. اي بس هو بس ياسر. اوه بس ياسر عبد الوهاب. اكو واحد غير اسمه ياسر؟ تحيه اكيد. تحيه طيب. انا ما اسمع اغاني، بس انه تحيه للشخص. هو شلون عرفت انه ما اسمع اغاني؟ مغرد انت قلت مطرب. ايش قلت بروفيسور؟ اي شلون انت تعرف؟ غير انت قلت مطرب. ما يرد يوقع روحي. غير يا عم ايش قال؟ مو قال مطرب؟ تمام يلا تمام شباب، الصوره اللي وراء ما راح احرجه بعد. ده انت مين؟ ممثلة مصرية قديمة حلوة. لا ينبين حلوة بس من لا ما معقولة ما متابع أفلام مصرية. والله ما باوع بحياتك، ما شايف أفلام مصرية؟ لا أشوف باوع أفلام عادل إمام خاتمها كلها، أشوف إن هاي فترة اللي قطعون بها الإنترنت. بس هاي طالعة عادل إمامية. لا أنا ما أعرف بالأسماء، ما أعرف. ها أوكي، سكيب نعبرها. برها يلا شباب. ليلى علوي. ما معقول حتى الاسم هاي ملحقه على ليلى علوي. ذاك اليوم شفت طلعت بالتلفزيون وام قالت اوه صار ايش كبرها بزمن ام، وين تريد نعرفها؟ ليش؟ كبيرة حد ما يعرفها. تمام تحياتنا شنو؟ تحياتنا. يلا شباب الصوره اللي وراها اشيلكم بيها مبين ذاك هو ميمي. هلا الصوره والله طبعا والله واحد يحبه من الكادر هاي دائما نقولها اللي هو بس هو انا اعرفه بسوي هالحركه. شو رايك بهاي الفقره؟ ما بيها لا مشاكل ولا ما ادري شنو. انت مسلم بس فهمني انت وين دابين صورتك بسجن؟ فهمني انت ليش يجي حتى الميرد يحكي تحكي. اوكي حلوه هاي الفقره ولا لا؟ والله حلوه. اكثر فقره مرتاح بيها. اوكي خلينا ناخذ فاصل ننتقل للفقره الاخيره. فاصل قصير وراجعين لكم. هذا البرنامج برعاية شركة نقي الفرات.
حبيبتي المشاهدين، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقرة اسمالات الصراحة مع العزيز والجميل بمبوش السيد كرار. انت مو بالاصل اسمك؟ اسمك كرار بالاصل؟ مصطفى. مصطفى بس والله حلو اسم مصطفى يجنن. اي والله انا هم احبه الامانه. بس مصطفى شنو؟ مصطفى عباس. لا مستهلك هوايك اسماء مصطفى. اها فلهذا السبب وقلت لك انا ضايقني اسم بمبوش، يعني بالمهرجانات ناس هاي يقول بمبوش، العالم شنو هذا بمبوش؟ فانه انا استحي، بس مع ذلك انه هذا الاسم مميزني. صح فضل. اي تمام. بمبوش هذه سمايلات الصراحه، طلع لك مجموعه سمايلات، كل شخص تقول لي اسمه احنا نخلي صورته بالمونتاج. شلون يعني؟ هسه تطلع وافهمك. اه ايه. اوكي ايه. مستعد؟ ايه. ليش عجب ما شايف هاي الفقره؟ يلا شباب، السمايل الاول القلب الابيض لمن؟ مشاهير له اي شخص؟ مشاهير. القلب الابيض، القلب الابيض رايدن. رايدن تحيه اكيد الرايدن. يلا شباب الورا. تتفاجئ اذا اقول لك كان كوميدي بالمجموعه رغم يعني انه العالم ماخذه على شكله. لا احنا اريد غيرك. والله هو المفروض هم رايدن. لا ما يصير. منو يعني اللي عرفه لو اي شخص عادي من المشاهد؟ آه محمود. محمود المكسيكي. محمود ضحك. محمود اكيد. الاسماعيل اللي وراه شباب. هذا هو الغاضب. والله انا اعرف واحد بس ما اريد اقوله. منو هو؟ خاف يزعل. هو بس هو يزعل يا هو. ما اقول شلون اقول. يلا يقول عباس. قول عباس. عباس. لا والله. لا والله مو عباس. واحد عصب عندنا بالمجموعه ما عندنا. اي ما من شايل السوشيال ميديا. اي جنيد رادي يقول. رادي يقول جنيد. والله والله صحيح. والله صحيح. جنيد مع العلم بالحقيقه مو عصبي. يعني مو عصبي. جنيد محمد. جنيد تحيه اكيد جنيد. والله هو طيب بالحقيقه بس ما اعرف يعني هو دائما هم مركزين عليه وقت عصبيته يريد يحكي. على فكره كل شيء حبه عن جنيد صديق. تحياتنا. تحياتنا جنيد اكيد. اي القلب الاحمر لمن؟ قلب الاحمر لازم للمره. للمره للمره. بس انت قلت مشاهير انا جاي ما عاد اركز. انت بكيفك. لا انا باوع ما ارجع للبيت. باوع شوف المره تستحق القلب الاحمر بس والدتي بالاول. هسه المن؟ الوالدة هاي. الله يحفظها يا رب. والدتي ما اقدر اتخطاها. والله انام بالشارع مسلم. الله يحفظها. تمام الورا شباب. ايه الوردة. ايه هنا انا سالف لي. ايه المن؟ احنا على المره. هاي شنو هاي؟ سمحت لك واحد من العائله الثاني ما يصير. ورده تهدي. ورده هدي ورده الاصدقاء اللي زعلوا مني بهاي الفتره الاخيره. يعني اكتب الاصدقاء. الاصدقاء اللي زعلوا مني بهاي الفتره الاخيره اللي ساءوا الظن بي او انا سيت الظن بهم فاهديها لهم. تمام تحيه لكم. شو وقت يفهمون انه انا احبهم بس ليش هم شوفوا مسلم مع العلم انه انا اصدقائي والله العظيم يوصون ناس على مود يروحون يبندون حساباتي. أوف. يجون هذول يقولوا له هاك هاي السكرينات شوف والله العظيم ويقول له هذا السكرين وتسجيل صوت ويقول له انه هذا وهم اصدقاء انا احبهم والله ما اتجرأ واقول له ليش سويت هيك احبه ما ارد اقول ما يخالف يصير علي شخصيه اذيه خليه يؤذيني انا ما يخالف وهم يدرون بنفسهم كل الزين. صح. ودائما الناس حتى الشخص اللي اجي قلت له هو توصل دفع فلوس اعطيك فلوس بنده يجينا هذا الشخص قلنا انت هو مطاك يعني رزقك يعني ايش عجب جد قلت لي يقول لي انه انا ادري بك انت ما عندك اذيه يعني ما عندك في الشغله. صح. فوالله جد ما ياذوني جد ما يضروني ابقى احبهم. احسنت هاي اخلاقك وطيبك. هاي مو اخلاقي هاي الاخلاق احنا تعلمناها وتوارثناها من اهل البيت. اكيد انه دائما نغفر اكو يوم راح نلتقي بيه وترجع لنا. كلمه اخيره للبرنامج بس بالبدايه قلت كذا صريح بالحلقه امانه. والله صريح ومتردد من اسئلتك الصراحه. انت اسئلتك انت ماكو يعني هسه حتى اول ضيف اقول لك قد شنو صريح. لا صريح دائما اكون. قلت لك من عدا فقط الكلمات اللي تخونني او الاشياء اللي ما تحضرني. منو تتمنى يكون قاعد بالكرسي اللي انت هسه قاعد فيه حاليا يعني اشخاص ما طالعين لو طالعين؟ طالعين ما طالعين صانع محتوى تحسه يستحق. والله صراحه اريد عباس يحضر.
عباس ماجد؟ اي لان عباس اختفى وانا خابرت. شوف يا بهاي المشكله خابرت رزلتك قلت ليش ما تنزل؟ اي والله رزلتك قلت له ليش ما تنزل؟ تعال ارجع فانه ضروري يرجع ان شاء الله. تحيه اكيد لعباس كلمه اخيره للبرنامج ولمتابعينك. المتابعين يعني ما اعرف شلون اشكرهم. بس انا شكر لهم مو فقط لان هم متابعيني، شكر لهم لان انا من طبيعتي مثلا شخص من ينتقدني او يحكي علي انا ما ارد عليه فهم يردون عليه. فشوفهم والله سند والله بالشارع يجون يسلمون علي ويبوسوني اكثر من ما ياخذون صور. يعني يكون دائما الطفل اللي بيهم يكون محترم. حلو حلو. فشكر لهم احبهم هواي حلايب قبلي. كلمه اخيره للبرنامج. برنامج كلش حلو وممتع ومرتب. انت تختفي تختفي وترجع لك في الطريقة حلوة رغم المشاكسات ورغم الكلام الحلو. احنا انا وياك نفهم انه احنا جاي الشاقة وجاي نضحك بس الجمهور يصور انه هي هاي دعات لمشكلة معينة. لا بالعكس انه برنامج كلش حلو لطيف فقراته حلوة كادرة يخبل ومتعبهم انت متعب الكادر مدمرهم. فتحية حب واحترام لهم في دول عمرك. شكرا بمبوجين ضيف خفيف ظل حقيقه كلش تونست في الحلقه. ضحكت لك قلبك من كل قلبه والله. شو عبالك اقعد ما سابح لو سمح خليك تموت من الضحك. تمام شكرا جزيلا. اما بالختام تقبلوا تحياتي كان في الاعداد والتقديم مسلم الربيع. حتى التقيكم في حلقه قادمه كونوا في امان الله. هذا البرنامج برعاية شركة نقل الفرات.